بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، الفصل الدراسي الثاني، مع درس الطرح من الأعداد 7 و8 و9. فهيا بنا نبدأ على بركة الله. كما نرى هنا يا شباب، نرى بنتين تجلسان معا. تقول الأولى: أستطيع أن أطرح واحد من العدد 7. فقامت هذه البنت بتمثيل الكل وهو 7 بمكعبات حمراء، وقامت باستبعاد أحد هذه المكعبات لتصبح المسألة 7 ناقص 1. كم يساوي يا شباب 7 ناقص 1؟ 7 مكعبات، استبعدنا منهم مكعب واحد فقط. كم يتبقى لدي من مكعب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 6 مكعبات. البنت الثانية تقول: أستطيع أن أطرح 3 من العدد 7. فقامت أيضا بتمثيل الكل وهو رقم 7 بمكعبات خضراء، وقامت باستبعاد 3 مكعبات من هذه 7 لتصبح النتيجة أو لتصبح المسألة 7 ناقص 3. كم تبقى لديها من مكعب يا شباب؟ 7 ناقص 3 كم يساوي؟ أحسنتم، يساوي 4. أحسنتم يا أبطال. ننتقل للمثال الأول. يطلب مني أن أبدأ ب7 مكعبات ثم أطرح منها بعض المكعبات. يطلب مني أيضا أن أضع علامة إكس أو خطأ على المكعبات المطروحة ثم أكتب الأعداد. أولا في البداية يا شباب، هنا يريدنا أن نطرح من العدد 7. نبدأ بالتدريج. أولا نبدأ بطرح مكعب واحد فقط، فنقول 7 ناقص 1. نقوم باستبعاد مكعب من هذه المكعبات ونكتب في خانة الجزء 7 ناقص 1. إذن استبعدنا مكعب من هذه 7 مكعبات. كم يتبقى لدي من مكعب يا شباب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 6 مكعبات. بما أننا قد طرحنا 1 في المثال الأول أو في المجموعة الأولى، سنقوم بطرح، أحسنتم، بطرح 2 من المجموعة الثانية. فنقول 7 ناقص 2. 7 ناقص 2 كم يتبقى لدي يا شباب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 5 مكعبات. إذن 7 ناقص 2 يساوي 5. أحسنتم يا شباب. في المجموعة الثالثة نطرح كم يا أبطال؟ أحسنتم، نطرح 3. إذن نقول 7 ناقص 3 كم يتبقى لدي يا شباب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 4 مكعبات. في المجموعة الرابعة نطرح كم؟ نطرح 4. فنقول 7 ناقص 4 كم يتبقى؟ كم يتبقى يا شباب؟ أحسنتم، تبقى لدي 3 مكعبات. المجموعة الأخيرة أو الخامسة نطرح كم منها يا أبطال؟ أحسنتم، نطرح 5. إذن نقول 7 ناقص 5 كم يتبقى لدي من مكعب يا شباب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 2. أحسنتم، مبارك الله فيكم يا شباب. وهكذا يا شباب إلى أن نصل إلى الناتج 0. نحذف جميع المكعبات، نقول 7 ناقص 7 يساوي 0. ننتقل للمثال الثاني. ويطلب مني أن أستعمل المكعبات الخضراء ثم أطرح منها بعض المكعبات وأجد الفرق ثم أكتب الأعداد. كما فعلنا مع الرقم 7 نفعل مع الرقم 8 يا شباب. أولا نقوم بطرح مكعب واحد فقط، فنقول 8 ناقص 1 كم يساوي يا شباب؟ أحسنتم، يساوي 7. أبطال، إذا طرحنا مكعبين أو إذا استبعدنا مكعبين نقول 8
ناقص 2، كم يتبقى يا شباب من مكعب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 6 مكعبات. وهكذا نقول في المجموعة التالية 8 ناقص كم؟ أحسنتم، نقول ناقص 3 ونستبعد 3 مكعبات، فالمسألة تكون 8 ناقص 3. كم يساوي أو كم يتبقى لدي من مكعب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 5 مكعبات. والمجموعة الرابعة نطرح كم؟ 4 مكعبات. أبطال، نقول 8 ناقص 4، كم يتبقى يا شباب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 4 مكعبات. المجموعة التالية نطرح منها كم؟ أحسنتم، نطرح منها 5 مكعبات، نقول 8 ناقص 5، كم يتبقى يا شباب من مكعب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 3 مكعبات. أبطال، المجموعة التالية نطرح منها كم؟ أبطال، نطرح منها 6 مكعبات، فنقول 8 ناقص 6، كم يساوي يا شباب؟ أو كم يتبقى؟ أحسنتم، يتبقى لدي 2 مكعبات. المجموعة الأخيرة نطرح منها أبطال، نطرح منها 7 مكعبات، فنقول 8 ناقص 7، كم يساوي يا شباب؟ أو كم يتبقى لدي؟ يتبقى لدي 1 مكعب فقط. وهكذا يا شباب إلى أن نصل إلى الناتج 0. ننتقل للمثال الثالث، ويطلب مني أيضا أن أستعمل المكعبات ثم أطرح منها بعض المكعبات وأجد الفرق ثم أكتب الأعداد. هذا يا شباب الرقم 9، نفعل معه ما فعلنا مع الرقم 7 والرقم 8. فنبدأ أولا بطرح مكعب 1 فقط، فنقول 9 ناقص 1، كم يتبقى يا شباب أو ما الناتج؟ أحسنتم، يتبقى لدي 8 مكعبات. إذا قلنا 9 في المجموعة التالية يا شباب، نطرح مكعبين، فنقول 9 ناقص 2، كم يتبقى يا شباب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 7 مكعبات. المجموعة التالية نطرح منها كم؟ أحسنتم، نطرح منها 3 مكعبات، فنقول 9 ناقص 3 يساوي 6. أحسنتم يا أبطال. المجموعة الرابعة نقول 9 ناقص، أحسنتم، نطرح 4 مكعبات بالترتيب يا شباب، 9 ناقص 4، كم يتبقى يا شباب؟ أحسنتم، يتبقى 5. في المجموعة الخامسة نطرح كم مكعب؟ أحسنتم، نطرح أو نستبعد 5 مكعبات، فنقول 9 ناقص 5، كم يساوي يا شباب إذا طرحنا 5 مكعبات من هذه 9؟ كم يتبقى لدي من مكعب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 4 مكعبات. المجموعة التالية نطرح منها كم؟ أحسنتم، نطرح 6 مكعبات، فنقول 9 ناقص 6، كم يتبقى؟ يتبقى 3. أبطال، في المجموعة الأخيرة نقول 9 ناقص كم يا أبطال؟ 9 ناقص 7. أبطال، 9 ناقص 7، كم يساوي أو كم يتبقى لدي من مكعب؟ أحسنتم، يتبقى لدي 2 مكعبات. أحسنتم يا شباب، إذن 9 ناقص 7 يساوي 2. هنا يا شباب في هذا المثال يطلب مني أن أستعمل قطع العد لإيجاد ناتج الطرح. أولا نقرأ المسألة، الكل هنا 9 ناقص 8 أجزاء. أولا نقوم بتمثيل هذه القطع. قمنا الآن يا شباب بتمثيل 9، أو بتمثيل الكل هو 9 قطع عد. نستبعد منهم كم يا شباب؟ أحسنتم، نستبعد 8 قطع، فنقول 9 ناقص 8، كم تبقى لدي من قطعة عد يا أبطال؟ أحسنتم، تبقى لدي 1 قطعة، إذن 9 ناقص 8 يساوي 1. أحسنتم. المثال الثاني أو سؤال التقويم الثاني،
أولا نقرأ المسألة. 8 ناقص 3. أولا يا شباب، الخطوة الأولى لإيجاد ناتج الطرح، أولا نقوم بتمثيل الكل بقطع عد، فنقوم بتمثيل 8 قطع عد. كم نستبعد من هذه 8 يا شباب من قطعة؟ أحسنتم، نستبعد 3، لأن هنا الجزء المطروح هو 3، فالمسألة تقول 8 ناقص 3، فنقوم باستبعاد 3 قطع كما نرى. كم تبقى لدي من قطعة يا أبطال؟ أحسنتم، تبقى لدي 5 قطع، إذن 8 ناقص 3 يساوي 5. أحسنتم يا شباب. اليوم يا شباب تعلمنا كيفية إيجاد ناتج الطرح من الأعداد 7 و8 و9. كما نرى في المجموعة الأولى لدينا 7 مكعبات، 1 2 3 4 5 6 7 مكعبات. إذا قمنا بطرح 4 مكعبات من هذه المجموعة يا شباب، كم سيكون الناتج؟ أحسنتم، يكون الناتج 3. إذا زودنا في الطرح مثلا وقلنا 7 ناقص 5، يتبقى كم؟ يتبقى 2، وهكذا يا شباب إلى أن نصل إلى جميع حقائق الطرح المرتبطة برقم 7، وكذلك في الرقم 8، وكذلك في الرقم 9. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.